أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا ندى من قناة نون كيوتي، واليوم إن شاء الله هكلمكم عن بيبي كريم من ميشا. بيبي كريم من ميشا هو كريم كوري، يعتبر كوري لكن مشهور جدا في أمريكا، وكمان مشهور عندنا هنا في الدول العربية. أول حاجة، أنا شخصيا من الناس اللي بتعشق البيبي كريم، لأني عندي مبدأ كل ما اهتمينا بالبشرة وكل ما كانت صحية ومعالجة من كل العيوب، ما بنحتاج ان احنا نغطيها بفاونديشن، لأنه أساسا الفاونديشن ما حتصلح لنا عيوب البشرة، بالعكس هي حتزيد في العيوب عكس البيبي كريمز، لأن البيبي كريمز تحتوي على مواد بتصلح البشرة، بتحتوي على مواد مضادة للأكسدة، مواد بتعمل على تفتيح البشرة، وكمان بتحتوي على واقي الشمس. يلا نتكلم عن بيبي كريم من ميشا. تقريبا بيبي كريم من ميشا غطى معظم العيوب، مش العيوب، غطى معظم الأشياء اللي كانت الناس حابة إن هي تتواجد في بيبي كريم من ميشا. أول حاجة التغطية، تاني حاجة عامل الوقاية، تاني حاجة درجات اللون في ميشا. طبعا ميشا بيجي كده في أنبوب تقريبا، ودي حاجة حلوة إن هو بيجي في أنبوب تقدر تتحكمي فيه، وبيجي بمضخة تقدروا تتحكموا بكمية البيبي كريم اللي أنتوا حابين تستعملوها. تغطية بيبي كريم تعتبر تغطية أنا بعتبرها متوسطة، ممكن تتبني وتعمل لي تغطية كاملة أو فول كفرج، يعني تغطيته جدا عالية، ما تغطية أبدا خفيفة مقارنة بأنه هو بيبي كريم. ثاني حاجة، درجات اللون في بي بي في الكريم جدا عالية، هي تقريبا جابت معظم درجات البيج، ويعني مغطية تقريبا اللايت بيج، الناتشرال بيج، عندها هاني بيج، كارميل بيج، جولدن بيج، وورم بيج، فتقريبا هي عملت 7 درجات مختلفة، فتقريبا يعني هذا أول مرة بيبي كريم يعمل 7 درجات مختلفة. عادة بيكون فاتح وبيبي كريم غامق، بس هي ما شاء الله عملت 7 درجات مختلفة للبيبي كريم، تحاول تغطي معظم ألوان البشرة. ثالث حاجة، هي عاملة واقي من الشمس عالي جدا، تقريبا 42، وهي مستخدمة الواقي اللي هو الحاجز اللي هو بيسموه المينرالز، وهي عبارة عن الزنك أوكسيد وتيتانيوم داي أوكسيد، ودول طبعا بيعملوا كحاجز على الوجه وبيعكسوه أشعة الشمس، وده اللي هو بيخلي شوية لما انتوا تجوا تمسحوا البيبي كريم من ميشا على وجهكم تحسوا بلون أبيض شوية، بس بعد شوية كريم ميشا بياخد لون البشرة، بس كأول مسحة لي بيدي اللون الأبيض، وهو غالبا بيكون من واقي الشمس، لأنه دايما الزنك أوكسيد والتيتانيوم دي أوكسيد تدي لون أبيض شوية على البشرة، عشان كده واقي الشمس من ميشا صعب إنه جدا نحنا يعني نستخدمه كمنتج لتغطية كاملة تحت الكاميرات أو فلاشات الكاميرات، لأنه هو بيعمل زي لون أبيض مع فلاشات الكاميرات. نيجي نتكلم على المواد الترطيبية المغذية للبشرة في كريم ميشا. ميشا اختارت حمض الهيرونيك أسيد كمرطب لكريمها، وفعلا كان اختيار ذكي منها، لأنه الهيرونيك أسيد في شكله الحمض القلوي اختارته، يعني مع الصوديوم بيعمل ترطيب عميق جدا للبشرة، وبيجلس فترة طويلة على البشرة، وما بدي المظهر الدهني للبشرة. كمان اختارت السيراميد، السيراميد هي عبارة عن دهون أساسا طبيعية بتكون تحت البشرة، جزيئاتها بسيطة جدا يعني صغيرة في حجمها، واختارت حتى هي الحجم 3 صغر حاجة عشان ما يعطينا إحساس دهني، وفعلا بتلاحظوا إنه كريم ميشا لما يتمسح بيدي فينيشن علامات نهائي، ما هو دهني نهائي، ما بي يعني بيعمل كده تعرق في الوجه، ما بيتأكسد، ما في له ريحة. صراحة الكريم جدا جميل ويستاهل جبكم، أتمنى أنكم تستفيدوا، أتمنى أنكم تجربوا كريم ميشا. للناس اللي ما حابة تستخدم الفاونديشن، كريم ميشا تقريبا غطى كل الأجزاء أو الأشياء اللي كانوا الناس ما بتحبها في البيبي كريمز، البيبي كريمز الأولى الثانية عموما غير ميشا بتتأكسد مع الوقت، بس ميشا نهائي ما بتأكسد، لونه ما بتغير، الفينيشن بتاعه على مادة بدي تغطية عالية بيرطب جدا البشرة.
ان شاء الله انا هعمل جيف اواي على كريم ميشا، البيبي كريم من ميشا، بيرفكت كفر بيبي كريم. المسابقه جدا سهله، بس انكم تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا كومنت، وان شاء الله هسحب من اللايكات ومن الكومنت. اتمنى اني اشوفكم في فيديو تاني. كمان ما تنسوا انكم تشتركوا في المسابقه حقت الفيديو السابق للفيتامين اوز ناتشورال فيتامين سي برضو. ان شاء الله يعني الشهر ده كل فيديو هيكون معه جيف اواي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وفي امان الله.